رجل جاء من سفر وكان يصلي قصرا، فلما دخل المسجد وجد فيه جماعة يريدون أن يصلوا، فقال لهم: أنا أصلي بكم لكن أنا أقصر، وإذا سلمت فقوموا وأتموا صلاتكم. فرفضوا ذلك وتقدم أحدهم وصلى بهم. سؤالي: ما الحكم في صلاة الرجل على الهيئة التي ذكرها؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. ما ذكره السائل من أن المسافر الذي يقصر الصلاة يصلي بالحاضرين الذين يجب عليهم إتمام الصلاة، وإذا سلم من ثنتين يقومون ويكملون صلاتهم، هذا هو السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة الفتح صلى وخلفه أهل مكة وقال: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم. هذا هو السنة. أما الذي أنكر عليه هذا جاهل، والذي امتنع من أن يصلوا خلفه هذا نتيجة جهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا مانع من يصلي الذي يقصر الصلاة بالمقيمين، وإذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم. أما إذا صلى المسافر الذي يقصر الصلاة صلى خلف المقيم فإنه يجب عليه إتمام الصلاة تبعا لإمامه. جزاكم الله خيرا.